في سياق متصل قدم وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار تقريرا عن ملابسات الحادث الإرهابي الذي تعرض له عدد من رجال الشرطة أثناء اطلاعهم بمهمتهم في تأمين الطرق في محافظة القاهرة. وقد أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث من رجال الشرطة البواسل، مؤكدا على أهمية قيام الأجهزة الأمنية بضبط الجناة في أسرع وقت ممكن ومواصلة التحلي بأعلى درجات اليقظة والاستعداد.